واقع مرير تعيشه البلاد جراء حرب الميليشيا، فالفقر بات سمة طاغية على ما عداها، وتردي الوضع الاقتصادي دفع بالآلاف إلى حافة الجوع والمرض والنزوح. سياسات انقلاب الميليشيا على الدولة ظهرت جلية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض سعر الريال اليمني مقابل الدولار، وانحسار القدرة على استيراد المواد الضرورية نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيا في أكثر من جبهة. حرب تسببت حسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة بخسارة تقدر بنحو 76 مليار دولار نتيجة تعرض مئات المصانع للتدمير. التقارير الدولية لم تذهب بعيدا عن ما أوردته الإحصاءات الرسمية، حيث أوضح البنك الدولي أن الحرب في اليمن أدت إلى تدهور كبير في الوضع الاقتصادي وإلى توقف حركة الإنتاج وتصدير النفط، فضلا عن أن الاقتصاد اليمني شهد انكماشا حادا منذ عام 2015 في وقت بلغ فيه عجز الميزانية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي. يربط الكثير من المراقبين بين مؤشرات تدهور الاقتصاد في البلاد باستمرار الحرب التي فرضتها الميليشيا وغياب الحلول في وقت ترفض فيه الميليشيا الاستجابة لنداءات السلام.